السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجلسة السابقة تكلمنا عن كونسبت الريدس ستريم، كونسبت الجروب في ريدس ستريم، وحكينا كيف ممكن يساعدنا الجروب في إنه نحسن بيرفورمانس الكونسيومر في حال عندنا مئات الآلاف أو ملايين من المسجز، وغالبا هذا هو الهدف أصلا من استخدام الستريم، إضافة تنفيذ بزنس مختلف بتو ديفرنت كونسيومرز، يعني لنفس المسج. وحكينا بشكل مختصر كيف ممكن نفس الكونسيومر يقرا نفس المسج، وتو كونسيومرز يقروا نفس المسج، ولو بدنا ديفرنت كونسيومرز يقروا ديفرنت مسجز لازم نحطهم ايش؟ بجروب. وهذا كله مشروح في الفيديو السابق، لكن هيك فقط تذكير قبل ما ندخل في الكود. وحكينا انه نفس ممكن نسوي اكثر من جروب، وكل جروب فيه اكثر من كونسيومر، لاحظوا فيه اكثر من كونسيومر. طيب الان اللي راح نسويه، نحن راح نشوف كود كاتبينه على سي شارب، وورينا كيف ممكن هذا الكلام يتنفذ بشكل عملي. طبعا في بعض التفاصيل راح نتطرق لها سابقا، لكن الان راح نركز على الهدف اللي هو نشوف كيف الكونسيومر بجروب وكونسيومر بدون جروب كيف بيشتغل. لاحظوا هون الكود ستريت فورورد، حددنا اسم الستريم، الاي دي اللي راح يبدا منه، وبلشنا نقرا، وهي الطريقه اللي بنقرا فيها في ريدس من ستريم. طبعا الانتري اي دي، اذا بتذكروا حكينا عن اكس ريد، اكس ريد اللي هي بتاخذ الاي دي اللي راح يبدا منه، وهكذا. طيب الان لو جينا على المثال تبعنا، لو جينا عندنا تو كونسيومرز بدون جروب، هدول الكونسيومر مجرد اشتغلوا راح يبداوا يقراوا الداتا اللي موجوده وين؟ في ريد ستريم. طبعا هذا اول كونسيومر، الثاني، هذا ثاني كونسيومر. طبعا تو كونسيومرز لكن لسه ما عندنا داتا، المفروض باعتبار ما لهم جروب، التو كونسيومرز رح يقروا نفس الداتا اللي موجوده في الستريم. طب نحن هون شو مسوين؟ مجهزين داتا، رح ناخذ اول واحد طبعا وريدس انسايت صديقنا، الثاني. طبعا المفروض الان الكونسيومرز عم يقروا داتا، رح نشوفها بس نرجع له. طيب لو جينا الان لاحظوا التو كونسيومرز قروا نفس الداتا، التو كونسيومرز قروا نفس الداتا. ليش؟ اول شيء لانه ما بينتبهوا لنفس الجروب، كل واحد له جروب. اصلا نحن في الكود هذا ما استخدمنا جروب، استخدمنا اكستريم ريد يلي هو اكس ريد، ما فيه اي شيء له علاقه بالجروب. وهي بهي الحاله مثل ما قلنا الهدف هو تنفيذ بزنس مختلف على هدول الايش؟ المسجز. يعني مثلا ممكن اخذ اول مسج مثل ما قلنا نوديه لشركه الشحن، وتاني كونسيومر يودي المسج ويوديها للنوتيفيكيشن ويخبر الكاستمر انه انت ترى طلبت داتا، طلبت يعني بضاعه ونحن راح نشحنها الى اخره يعني. تمام؟ فبتلاحظوا هون تو كونسيومرز، تو ديفرنت كونسيومرز قرأوا نفس المسجز. لكن لازم ننتبه لما بنبني هذا الكونسيومر، لازم ننتبه انه ما نفس الكود. يعني هون هذا طبعا هذا فقط للتوضيح، لكن اكشلي هون ببلش بيقول انا مسؤول عن ارسال نوتيفيكيشن برسل نوتيفيكيشن، الكونسيومر الثاني بيقول انا مسؤول عن ارسال شركه الشحن برسل لشركه الشحن. تمام؟ فهي نقطه لازم جدا مهمه لازم ننتبه عليها. طيب الان لو جينا على الجروب، هذا بدون جروب، الجروب هون هاي اول كونسيومر، لاحظوا عندنا جروب 1 فيها تو كونسيومرز. لو جينا قلنا له نحن بدنا نبدا بجي 1 كونسيومر 1 وهي كونسيومر 2، قلنا له رح نبدا بجي 1 كمان. طيب لو جينا هيك سوينا كليك، وبعدين جينا عند الثاني سوينا كليك، رح نلاحظ شغله كثير غريبه. لاحظوا هون الشيء اللي صار، هدول تو كونسيومرز بينتبهوا لنفس الجروب، تو كونسيومرز بينتبهوا لنفس الجروب. كيف بينتبهوا لنفس الجروب؟ ما نحن حددنا اسم الجروب، هذا عم نشوف بالكود. لاحظوا اول كونسيومر ارى، او اول كونسيومر يمكن كان هاد، ارى مسجز، لاحظوا 250 400 200، اما ثاني كونسيومر ارى 100 و500. لاحظوا ما في تقاطع، ما يعني الكونسيومر الاول
قرأ مسجز مختلفة عن الكونسيومر الثاني. وبالتالي لو نحن عندنا ملايين المسجز، ونرجع نقول هذا هو الهدف أصلاً من ريدل ستريم، لو عندنا ملايين المسجز بكل بساطة نحن ممكن نسوي أكثر من كونسيومر بيتبعوا لنفس الجروب، وهي الداتا وهدول الكونسيومرز وظيفتهم يقرأوا هاي المسجز وإيش يسوي لها، إيش بروسيسنج، يسوي لها بروسيسنج. لو نحن جينا على نفس على الكود راح نلاحظ إنه في الكود نحن إيش عم نحدد؟ اسم الجروب، وينه؟ هذا هو. عم نلاحظ إنه نحن عم نحدد اسم الجروب. طبعا في شوية باراميترز راح نرجع لها لاحقا، لكن الآن خلينا نركز على التوبيك تبعنا. عم نركز على إيش؟ اسم الجروب. فنحن سوينا لما عم نقرأ عم نقول له نقرأ من جروب معين، بلس إنه عم نسوي اكنولجمنت، وراح نشوفها هي لاحقا. لكن الآن التركيز إنه نحن تو كونسيومرز او اكثر من وان كونسيومر بنفس الجروب ما بيقراوا نفس المسج. حتى لو جينا على ريدس انسايت، ريدس انسايت بخبرنا عن شغله جدا جميله، اللي هي انه في عندنا كونسيومر جروب تم انشاؤه في ريدس تحت الستريم اللي اسمه ريكويست، تحت الستريم اللي اسمه ريكويست، وبيحكي لنا انه ايش، لاحظوا هون عم بيحكي لنا انه اخر اي دي قرأوا الكونسيومرز اللي مربوط بهذا الجروب، لاحظوا متى؟ بهذا التاريخ. وهذا هو الاي دي 930 0 وات ايفر. لو جينا هون يمكن نشوف 930 930، هذا هو اللي 400، هذا اخر، عفوا مش هذا، هذا هو اللي هو 500، اخر واحد، اخر انتري قرأوا الكونسيومر اللي ريليتد للجروب جي 1 ايمت، اللي هو هذا بهذا التاريخ الى اخره. وبالتالي قدرنا نعرف. طيب الان لو جينا على جروب 2، خلينا ناخذ كوبي نروح على جي 2. الان لو نفذنا هون قلنا له جي 2، انتبهوا جي 2 G2. الآن لاحظوا لو قلنا له run، لأنه بينتموا لجروب مختلف رجعوا قرأوا الداتا مرة تانية، لكن كمان كل كونسيومر قرأ داتا مختلفة، كل كونسيومر قرأ داتا مختلفة. لو جينا على صديقنا Redis Insight راح نلاحظ إنه كمان صار في عنا جروب 2، تمام؟ لاحظوا، فهذا بيعطينا دليل. هذا طبعا هذا الكونسيبت لما شغلنا جروب 2 هذا بيحكي لنا عن هذا الموضوع، اللي هو عندنا تو جروبس وكل جروب فيه ديفرنت كونسيومرز، جروب 2 فيه كمان ديفرنت كونسيومر بيقروا ايش؟ المسجز. الان لو شغلنا، يعني لو جينا قلنا له مثلا ما عاد بدنا جروب 2، سكر، وجينا رجعنا قلنا له شغل هاد وقلنا له جي 1، ايش لازم يصير؟ المفروض في هاي الحاله ما يقرا اي انتري موجود في ستريم. ليش؟ لانه خلصوا الانتريز الموجوده، وباعتبار هذا الستريم بينتمي لجي 1 المفروض ايش؟ ما يرجع يقرا اي داتا ريليتد لجي 1، لانه اوريدي ريد باي تو كونسيومرز السابقين. لاحظوا عم ينتظر ما في داتا، تمام؟ يعني هذا بيعطينا مثل ما قلنا هذا الكود البسيط بيحكي كيف نحن بإمكاننا نقرأ من نفس الستريم بديفرنت كونسيومرز، لكن بهي الحالة لازم يكونوا موجودين في نفس الجروب، أو ما بدنا جروبس نقرأ داتا بغض النظر عن الجروبس ونسوي سكيلينج بيست على البزنس. طيب متابعة إن شاء الله رح نحكي في الحلقات القادمة. طيب في باراميترز تانية، يعني في لو انتبهوا شفنا في الكود شيء اسمه acknowledge، في شيء اسمه في redis stream، في شيء اسمه claim، في شيء اسمه pending messages، كل وحدة لها معنى وكل وحدة بتفيدنا في معالجة البزنس تبعنا. رح نحكي عنها إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم.